في بلدية سيد الصافي بولاية عين تيمشنت تختص هذه الورشة في صناعة الراية الوطنية بمختلف الأحجام. أبرز ما يميزها جودة القماش الجزائري الخالص. رغم تواضع الورشة إلا أنها أضحت عنوانا للباحثين عن العلم الجزائري. بشوية ومن بعد ولينا نخدموا العلامات يعني بمنتوج مليح يعني الخدمات اللي عندنا عاونونا وعاون الزوج نتاعي عاوني وليداتي بناتي وكاع خدامين حق في هذا المنتوج. وحنا واش الهدف تاعي هو توسيع المشروع. نخدموا العلام نخدموه بطريقه يعني قانونيه يسوى في الماده نتاع الكتان نشيلوا الكتان جزائري هذا كتان هذا من ملوزين تاع الجزائر شريوه على مدرومة ونخدموا بيد جزائرية ونخدموا العلم تاع الجزائر. عمي مختار أحد كبار معطوبي حرب التحرير يقصد الورشة عدة مرات لاقتناء كمية من الرايات الوطنية التي يرفعها فوق شرفة منزله. مؤسسة صغيرة جدا لكن الحجم نتاعها كبير جدا في الطابع الخاص ما هو الإعلام الوطني. كيف نصنع الإعلام الوطني؟ وراكم شفتوا بعينكم أول مرة شفنا باللي الإعلام الوطني له رمز حقيقي. وأنا نطلب من كل المنظمات يديوا الإعلام منا يشريوهم. في هذه الورشة تصنع الأعلام الجزائرية بدقة حسب المقاييس الرسمية، رايات بجودة جزائرية قد تغني الجزائر عن استيراد العلم الوطني، ورشة قد يتضاعف عدد العمال فيها إذا ما لقت الاهتمام والدعم.